من كام يوم كده فوجئنا جميعا بحادثة غريبة جدا، حادثة دفعت جميع الصحف ووكالات الأنباء العالمية إنها تقف عندها وتحللها. قصة حادث انتحار روبوت في كوريا الجنوبية. الروبوت ده رمى نفسه من نقطة عالية جدا، وده بعد ما اشتغل من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 6 بالليل. الكل توقف عند هذه الحادثة وسأل سؤال، هل دي عدوى بشرية ولا ده عطل فني أصاب الروبوت؟ خلينا نعرف ايه تداعيات قصة الانتحار دي بين دكتور احمد جمعة رضوان نائب رئيس جامعة النيل الاهلية للبحوث اللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا دكتور واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اخبار حضرتك ايه؟ وشكرا جزيلا لوجودي في البرنامج. اهلا وسهلا بيك دكتور. الحكاية غريبة جدا يا دكتور، ده فعلا انتحار؟ في اصلا حاجة اسمها كده ولا دي آلة ما عندهاش اي مشاعر والموضوع كل اللي حصل انه خطأ تقني أو عطل فني أصاب الروبوت أو حتى ممكن يكون وقع لا أكثر ولا أقل؟ هو في الحقيقة زي ما حضرتك بتقولي، هو يعني هو تضخيم إعلامي، هو خطأ في النمذجة أو في السنسورز بتاعت الاستشعار بتاع الروبوت وبس. هو الخبر كان الهدف منه جذب عدد أكبر من القراء عشان بس، وربطه بال يعني كانت مزحة، يعني الناس كلها كانت كأنها بتهزر وبتحاول تربط دوت بالضغط اللي عند بعض الناس. يعني هل يا دكتور يعني ممكن يصاب الروبوت بعدوى بشرية؟ طبعا الموضوع زي ما حضرتك قلت فيه تضخيم إعلامي، وهي نوع كده من المزحة الجميلة اللطيفة ان روبوت ينتحر، لكن هل وانا بغذي هذا الجهاز بمعلومات كتيرة ممكن يحصل نوع من بيسميه المحللين هلاوس تقنية، خطأ بشري في تغذية المعلومات للروبوت؟ بص حضرتك، هو دلوقتي احنا الأول لازم نبقى محتاجين نعرف الروبوت اللي هو كسر دوت، ده كان مسؤول عن تراديشنال نافيجيشن اللي هو الملاحة التقليدية، اللي هو بيحاول يتحرك ما بين الأدوار وبيحاول في مركز المدينة في كوريا الجنوبية ان هو يسهل حياة الموظفين والزوار يعني. وهو الوحيد اللي كان بينتقل من دور لدور، كان في روبوتس تانية موجودة، والروبوتس اللي هي مسؤولة عن الملاحة او النافيجيشن دي بتبقى الحركة بتاعتها بسيطة جدا، وان هي في الاخر بتبقى مرتبطة بمسار معين محفوظ وهم بيلتزموا بيه. الروبوت ده الوحيد اللي كان موجود بيقدر يتحرك ما بين كذا ليفل كذا دور، وكان بيقدر يستخدم الاسانسير او السلالم يعني. طبعا الانواع الروبوت الوحيد ده كان اللي حصل ان هو فكره مجرد يعني ممكن زي ما قلنا اجهزه المستشعرات، مجرد ان هي لو هي ما فيش حاجه 100% او بتشتغل 100% بدقه، وبالتالي لما بيحصل اي خلل في النمذجه بتاعته او ان هو الكود بتاعه بيبوظ. انواع الذكاء الاصطناعي الناس بتنظمها بتعملها لثلاث انواع عشان نبقى فاهمين. في نوع اللي هو الذكاء الاصطناعي الضيق او اللي هو الارتفيشال نارو انتليجنت، وده مطلوب منه الروبوت بيعمل تاسك واحده، حاجه واحده بس بسيطه جدا، وده ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع الايه يعني الاي اي او اللي بيسموه الري انفورسمنت تعزيز، يعني اللي هو التعليم الذاتي اللي هم بيقولوا عليه، اللي هو فعليا اللي هو الاي اي بجد يعني. وده اللي هو البسيط خالص، وده بيعلمه الروبوت عن طريق الثواب والعقاب. ان هم بيجوا يقولوا طيب انا هعلمه لما يمشي كده، لا مشي غلط، اقول له انت مشيت غلط، لا لما يمشي صح اديله حاجه موجبه، اديله يعني الثواب والعقاب. وهو من خلال ان هو يقعد يتعلم من التريننج دوت او التدريب ده مع الوقت الكتير، بيقدر ان هو يتحسن البرفورمانس بتاعه او التفاعل معاه. النوع اللي هو بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا بنسميه الارتفيشال جنرال انتليجنت، ده اللي احنا بنقول والله احنا عايزين روبوت يفكر زي الانسان. وده لسه لحد هذه اللحظه ما عندناش هذا الروبوت، لسه لم يبقى غير موجود بالفعل، لان ده مرتبط بحاجه بنسميها
اللارج لانجوج موديل، او اللي هو اللغه ازاي لغه اللغه ازاي يتعلم يعمل نموذج للغه، وان هو في الاخر يتعلم من البيانات الكتيره اللي موجوده ونغذيه بصور، ويقدر ان هو يتعامل مثل الانسان بالظبط ويتفاعل معاه بنفس الطريقه. وفي طبعا الليفل الثالث اللي هو لسه لم نتعد يعني، اللي هو الليفل اللي هو الاكبر بقى، اللي هو بيسموه الذكاء العام الذكاء الاصطناعي الفائق، او اللي هو الارتفيشال سوبر انتليجنت. ده اللي هم الناس تبقى قلقانه منه ان هو يتخطى ذكاء الانسان ويقدر ان هو فعلا يعمل حاجات اكتر بكتير. عايزين بقى نقف عند النقطه دي يا دكتور، هل ده وارد ان احنا دايما عندنا هذا الهاجس؟ يا ترى هل ممكن الروبوتس او باستخدام الاي اي يقدروا يتخطوا ذكاء الانسان ويتعدونا وندخل في مشاكل بقى وقلق؟ هل ده وارد اصلا يا دكتور؟ في الحقيقه في ظل التطور الكبير اللي موجود دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، وكمان علم الكوانتم والكوانتم تكنولوجي والتطور الكبير في المايكرو الكترونكس، احنا معرضين ان ده ممكن يحصل. بس ده مش لحد هذه اللحظه مش موجود. انما لو حضرتك بتتخيلي كده ان انا لما بروح مثلا لدكتور مثلا عشان اوري له اشعه معينه، هو بيبقى اي دكتور مهما كان قدرته هو بيتعامل مع خبرته اللي هي ممكن يكون شاف مثلا 1000 اشعه، ومن خلال الألف أشعة بيقرر الدواء بتاعي وبيقرر أنا هاخد إيه. تخيلي بقى حضرتك إن أنا عندي واحد أو عندي جهاز بيشوف 10 مليون أشعة وبيقرر وبيقارن وبسرعة، وكمان بيقدر يقول لحضرتك فلان ده خد الدواء ده وكان عنده نفس الحالة بتاعتك ونفس البيانات وتحسن، ولما خد الدواء ده خد 3 أيام. يعني الموضوع بقى مع وجود الديتا الكتيرة والبيانات الكبيره والنمذجه واللارج لانجوج موديل، احتمال كبير ان ده يبقى موجود، بس نوت يعني مش دلوقتي. هناخد الكلمه دي ونطمن بيها دكتور احمد جمعه رضوان نائب رئيس جامعه النيل الاهليه للبحوث، طمنتنا وعرفتنا كمان التفاصيل، وده ممكن حاجه بتبقى خبر طريف بيتم تسليط الضوء عليه اعلاميا، وبتبقى حاجه طرفه اكتر من انها يعني حاجه حقيقيه. مفيش حاجه اسمها روبوت انتحر حاجه.